السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل يا جماعة، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وتقول عليكم الأيام بخير يا رب، ونبقى على جبل عرفات يا رب يا رب يا رب. الناس اللي أنا أعرفهم على اليوتيوب مع عمري ما قابلتها دي، تصادف كده وأقابلهم على جبل عرفات بحق جاه النبي وحق هذه الأيام المباركة يا رب. بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم، الروابط اللي بسيبها يا جدعان لو سمحتم ادخلوا لها، ما تنزلوش التعليقات، لا انا سايب لك رابط في الوصف ورابط في اول تعليق، تعليق مثبت، فبالله عليك ادخل يا جدعان. ما حدش يقول صوت، انا صوتي وحش صوتي وحش والله، بس ادخلوا. خلي بالكم النهارده الحد وسوق وهيصه بره، جماعه الشباين اكيد عارفين الحاجه دي، انا بيتي في السوق، فالنهارده الحد عايزين عشان ما اعملش نصيبة، انا ممكن اخرج اعمل نصيبة في اي وقت، واليوم ده بيبقى كده. الجماعة اللي بتأخروا ابوس ايديكم، ما تتأخروش، ابوس ايديكم، نزلوا اي حاجة حتى لو قديمة، خلونا نشوفكم. الجماعة التعليقات بتاعتهم بتطير، دي مش مشكلتهم، دي مشكلة اليويو، دي حاجة تانية. تالت حاجة، الجماعة اللي بتدخل تشتمني، الجماعة اللي بتدخل تترسم عليا، الجماعة اللي بتدخل تقول عليا كلام مش كويس، ممكن اقول لهم بالاسامي، دول فرد شمال. يعني اللي بيفهم، اللي شبهنا، الشباب اللي شبهنا يعرف يعني ايه فردة شمال. لما واحدة تخش تشتم راجل في تعليق، تعليق بيطير، انا ما بحذفوش، وعلى فكرة اي حد بيشتمني والتعليق بيفضل موجود بعمل بثبته، دي فردة شمال بتبقى عارفة نفسها. احترم نفسك، احترم نفسك عشان ممكن اجعل منك اضحوكة اضحك عليك امة لا اله الا الله. ويا جماعة بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم، الوصف يا جماعة الوصف، وما تنتشروش قوي كده وتخشوا صدركوا على الوصف، وعلى الفيديو لا مؤاخذة يعني، وتنسوا الوصف. بالله عليكم بالله عليكم يا جدعان، لو هو مثلا نزلنا 15، رحنا للقناة 15 وطير خمسة، مش مهم، الراجل كسب 10 او الست كسبت 10، تمام. والجماعة المنافقين احنا عارفينهم، ده في واحدة داخل علق لها، فبقول لها انا ما بعرفش، ما بحبش اقول لحد انا نشرت، بس انا نشرت على فكرة، لان انا جاي لك تبع ام مريم المحترمة، تقول لي وانا عامل لك ايه، انا كنت في الشارع، انت بتهددني، امسح اللي عندك، امسح، الغي الاشتراك، انت واللي انت بعتهم لي الهدايا كمان، ايه انت ناقص تيجي تضربني، والله العظيم ايه يا ناس، ايه ده ايه الناس دي، الله يخرب بيوكم ايه ده غجر والله غجر، انا شفت زي كده يعني، انا ما شفتش في حياتي زي كده. وفي ناس محترمه، في ناس انا ما بعرفش اقول ده، انا ما بعرفش ادخل اقول انا نشرت، اللي يدخل اهلا وسهلا واللي ما يدخلش براحته، بس انا قلت قبل كده اللي بيشوفني بعين بشوفه بالاتنين، يعني انت جيت لي وانا عندك على راسي، ما جيتليش الله لا يجعلك تيجي ولا اشوف خلقتك على صفحتي على قناتي ولا عايزك تيجي، وبالتالي طبعا انا هركنك، شيلك كده احطك على الرف. نغني بقى عشان مش عايز اطول عليكم الفيديوهات، بس يا جماعه بالله عليكم الوصف اللي بسيبه ايا كان مين، ايا كان، واي واحده او اي واحد عنده نقص نقص وبيقل ادبه، يعني نصيحه من اخوك، نصيحه من واحد غلبان، بقل ادبك على اللي في بيتك، قل ادبك على اللي في بيتك، عشان لو انت مظبوط في بيتك مش هيبقى عندك نقص وتخرج تخبط في الناس. والواحد لما بينضغط في بيته بيخرج بره يعمل عنتر فجل على البشر، على البشرية. انما ده لو راجل مظبوط في بيته بيخرج عينه مليانة، مش محتاج انه يفرد نفسه على حد، مش محتاج ان يستقل بحد،
يا نهار اسود، ده ايه يا جدعان اللي بيحصل؟ ما علينا ما علينا، نغني هنقول حاجه رايقه قوي كده رومانسي عشان احنا زهقنا من التراجيديا و... تمام. ويا رب تعجبكم. انا هغني من هنا ورايح لايف فيديوهات كده عشان نشوف حوار اليوتيوب ده عامل معانا ايه. سمعكم حاجه حلوه، هغني اغنيه على ذوقي كده يا رب تعجبك. عامل اطمني عليك، ما تسألش وفين أراضيك، الأيام عملت إيه فيك، واللي عايشها إزاي من غيري حضنه يدفيك، مين سهران علشان يواسيك، مين تزعل يجري ويرضيك، قولي قدرت ازاي. انا عايز اقول ان انت وحشني 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 كتير، ومكانك جوا في قلبي في قلبي حبيبي كبير، ومفضي الدنيا عليا عليا بجد كتير. عايز اقول ان انت وحشني 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 كتير، ومكانك جوا في قلبي في قلبي حبيبي كبير، ومفضي الدنيا عليا عليا بجد كتير. قولي طولت ليه، قولي طولت ليه الغيبة بعدك انت حياتي غريبة، قولي طولت ليه، قولي انت عامل ايه، قولي انت عامل ايه في حياتي، نفسي اغلق في حضن ليلاتي، قولي انت عامل ايه. عارف بعدك عني ده ايه، انت اكيد مستهون بيه، بعدك عني يعني عذابي، وانا مش عارف اعمل ايه، انا محتاج لك بين احضاني يلي انت ملمحك وحشاني، انا من غيرك واحد تاني مش عارف طب يعمل ايه. انا عايز اقول ان انت وحشني 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 كتير، ومكانك جوا في قلبي في قلبي حبيبي كبير، ومفضي الدنيا عليا عليا بجد كتير. يا رب تكون عجبك. مش عارف اغنيها والله كويس، بس هي اغنيه بتلمس. الله يمسك بالخير.